اقول رغم انفق تبيع عن السياره. هل يصح هذا البيع؟ لا ما يصح، لابد في البيع من التراضي. مفهوم؟ نعم. طيب احيانا قد يختلف البائع مع المشتري. نعم. وجد هذه السلعة معروضة في السوبر ماركت. نعم. مكتوب عليها اورو. فعندما جاء عند المحاسب باثنين يورو. المشتري يقول انا قرات عليها اورو، وهذا يقول لا هذا خطا، مكتوب عليها 2 اورو. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ لهذا ألا يشتري، ألا يشتري السعر، قل ما أريد أشتري. نعم. هل للبائع أن يلزم يقول لابد أن تشتريها ب 2 أورو؟ لا. نعم. طيب في الغالب أن الإنسان دائما يتطلع لماذا؟ لما في أيدي الآخرين. نعم. Meistens strebt der Mensch danach, etwas zu haben, was der andere haben oder besitzen. وبهذا يكون البيع والشراء. Und daraus entsteht immer der Interesse, etwas zu kaufen oder verkaufen. ولهذا قد يستعجل البعض. نعم. Deswegen eilen sich manche Leute, die Kaufabwicklung machen. فأنا الآن أقول لهذا تبيع عن الجوال. هذا يقول بكم؟ أقول بألف أورو. فهذا مباشر يقول قبلت. ثم أنا أخذت أتأمل وإذا هذا المبلغ كثير على هذا الجوال، هذا لا يساوي إلا 500 أورو مثلا. Der Käufer nimmt die Ware, also das Handy, und überlegt genau nach und sagt noch, 1000 Euro ist eigentlich zu viel. فهل لي أن أرجع في البيع أو لا؟ Ist es Ihnen erlaubt, also dem Käufer einfach diesen Kaufabwicklung rückgängig zu machen? أو العكس. Oder umgekehrt. قد هال يوافق بالألف ثم يندم لأن هذا الجهاز يساوي أكثر من ألف أصلا. Oder umgekehrt. Der Verkäufer denkt darüber nach und sagt, 1000 Euro ist zu wenig für dieses Gerät. Nein, der eigentlich kostet mehr. فجعل الله سبحانه وتعالى لكل من البائع والمشتري الخيار، يعني له الحق في أن يمضي هذا العقد أو يرجع فيه أو يفسخ. الله سبحانه وتعالى gibt auch den Menschen, also beide, den Verkäufer und den Käufer, auch die Wahl. Diese Abwicklung, die Kaufabwicklung nochmal bedingungslos zu machen. وجعل لهذا ضوابط. الأول يسمى ما يسميه الفقهاء بخيار المجلس. خيار المجلس يعني هو يتخير سواء الباع المشتري طالما أنهما في مكان واحد. Diese Bedingung. Erstens, solange wir beide Personen denken. Der Käufer und der Käufer noch am Ort sind, also wo schon mal diese Kaufabwicklung gemacht haben. يعني أنا في السوبرماركت الآن آخذ العربة وأضع ما شاء الله من أشياء. نعم. Wie man schon im Supermarkt seine Käufe nochmal macht. وعندما أصل إلى المحاسب أقول لا أريد هذه، لا أريد هذه، لا أريد هذه، لا أريد هذه، معي الحق الآن لأننا في المجلس لم أخرج من السوبرماركت.
Ja, und der Kunde ist immer noch im Supermarkt und geht an der Kasse und überlegt nach und sagt mal, manche Artikel brauche ich noch nicht oder brauche ich nicht und lässt sie bei der Kassiererin. Ob es erlaubt? Ja. قلت لهذا تبيع عن الجوال بألف قال نعم أخذت الجوال وأخذ هو الألف نعم. بعد عشر دقائق قلت ما أريد هذا الجهاز. يعطيني المال. نعم لأن لي الخيار لأن لم نفترق من المجلس. النوع الثاني خيار الشرط يعني ما يسميه اليوم الناس بالضمان يقول خذ هذا الجهاز آيفون بلس 6 وقال خذ هذا الجهاز ولك تستعمله سنة لو وجد خلل في التصنيع ترجع وتأخذ مكانه جهاز جديد هذا شرط بين البائع والمشتري نعم ما لم يكن تعدي منك أن يصب عليه الماء مثلا أو يحرقه نعم Zweite Sache, die schon mal erlaubt sind, was man heute hier mit als Garantie nennen. Das heißt, der Käufer nimmt die Ware und bekommt dafür, sage ich mal, ein Jahr oder zwei Jahre Garantie von dem Verkäufer. Bedingung ist, dass er dann nicht durch Schaden von dem Käufer selbst bekommen hat, also das Gerät, ist erlaubt. كذلك خيار العيب خيار العيب له إذا وجد الآن نسمع كثير ما يكتب حتى أحيانا يعني يخرج في التلفاز أنا شركة مثلا مرسيدس في موديل كذا وكذا وكذا وجد عيب في التصنيع أي إنسان مع هذه السيارة يرجعها حتى نصلحها له صحيح؟ هذا عيب في ماذا؟ في التصنيع نعم كاو Abwicklung und eine bestimmte Bedienung wenn die Ware mangelhaft ist darf in diesem Fall der Käufer diese Ware zurückgeben und das haben wir auch heute in unserer Abwicklung نعم طيب بعد هذا خيار الغبن خيار الغبن ان يغبن يعني يكون قد رفع عليه السعر أكثر مما هو متعارف عليه يعني مثاله أنا غريب عن هذا البلد أنا لا أعرف أسعار الجوالات مثلا فأتي لهذا أقول بكم هذا الآيفون قال هذا الآيفون قيمته 10,000 أورو في العادة ما يباع بهذا السعر حتى عند أغلى المحلات هنا ما يكون فاشتريت بعشرة آلاف فهذا غبن يخرج عن العادة والمتعارف عليه فأنا معي الحق الآن في إرجاع هذا الجهاز لأنه هذا غبن ظلم صحيح؟ نعم Wenn der Käufer die Ware kauft und er weiß nicht oder hat er auch nicht genau bewusst, wie viel die Ware wirklich kostet, darf er, sag ich mal, die Ware zurückgeben. Denn es muss auch eine bestimmte Bedingung da vorhanden sein, dass der Käufer, sag ich mal, genau informiert ist, wie die Preise, sag ich mal, die aktuelle Preise für diese bestimmte Ware vorhanden sind. نعم. كذلك لدينا خيار تلقي الركبان تلقي الجلب. معنى. بعض الناس يخرج على أطراف المدينة. ينتظر المزارعين لأن المزارع عندما يأتي المدينة هو لا يعرف أسعار المدينة فهذا يخرج على أطراف المدينة وينتظر على الطريق مجرد ما يأتي المزارع قال اسمع هذه السلعة خضار فواكه جبن أشتريها منك بألف أورو هو هذا لا يعرف سعر المدينة يبيعك مباشرة
ثم بعد هذا بعد ان يبيعك يدخل المدينه يجد انها تساوي 3000، ولان هذا يخرج ويستقبل هذا الذي ليس من المدينه وهذا لا يعرف السعر اصلا، فهذا اذا دخل الى المدينه وراى السعر له الخيار فان يمضي هذا البيع او يفسخ. نعم، يسمى خيار تلقي الجلب تلقي الركبان. Es gibt eine andere Wahl oder andere Variante. Wenn manche Händler gehen vor Ort, also außerhalb der Stadt, und treffen einfach die Händler, die, in die Stadt reinkommen wollen und ihre Ware dort auch verkaufen und kaufen die Ware ab mit weniger Preise, als was sie in Wirklichkeit in der Stadt verkaufen. In diesem Fall darf der Verkäufer seine Ware entweder zurückbekommen oder einfach die aktuelle Preise auch dafür bekommen. نعم. أيضا خيار التدليس، خيار يدلس على المشتري، يلبس عليه، يظهر أن السلعة أعلى مما هي عليه في الواقع. مثال. نعم. Es gibt eine andere Variante von Betrug, wenn der Käufer, sagen wir das so sagen, getrickst wird. Ja? Das heißt, ihm wird einfach die Ware angeboten mit höheren Preisen, was eigentlich in der Wirklichkeit nicht zu kosten. يترك البقرة ولا يحلبها 3 أيام أو يومين حتى يمتلئ الضرع. Ein Beispiel dafür, jemand verkauft sein Kuh und lässt die Kuh, sag ich mal, nicht genug werden, dass so dick aussieht. ويأتي بها للسوق. وهذا يرى البقرة يظن أنها حلوب وأنها حلبت في الصبح والآن ممتلئة الضرع ما شاء الله. هي في الحقيقة تساوي 1000. وهذا عندما دلس هذا عليه دفع فيها 1500 لأنها حلوب، الحلوب تساوي 1500 وهي في الحقيقة ليست بحلوب. ويحصل هذا أيضا في السيارات تدليس. السيارة البورش في الكيلومترات العداد الكيلومترات في الحقيقة هي سجلت 200,000 كيلو. نعم. Und das erleben wir auch beim Auto kaufen heute oder verkaufen. Manche ändern oder wechseln den Kilometer Stand vom Auto, um einfach mehr, sag ich mal, Geld zu bekommen. فهذا غيرها وجعل 20,000. Also von 200 Kilometer hat das Auto gefahren, nur schraubt es runter bis 20,000 Kilo. أيضا هنا له الخيار. نعم. Hier hat natürlich der Käufer die Wahl. نعم، فإذا انتهى وقت الخيار لا لزم البيع. يعني اشترى من السوبر ماركت ودفع الحساب وخرج. ركب في السيارة. ثم قال ما أريد هذا البيع. لماذا قال هكذا؟ هل لديك سبب من أسباب الخيار التي جاءت في الشريعة؟ يقول لا. فهل يلزم البائع إرجاع السلعة؟ لا يلزمه، لكن يستحب للبائع أن يرد له هذا البيع. ونحن اليوم يعني في هذا في الغالب أن نرجع للبائع ونلزمه بماذا؟ بإرجاع السلعة. ويكون ليس هناك نوع من أنواع الخيارات التي ذكرناها.
in der Leben, dass wir haben ein Leben, dass wir auch die Ware ohne Probleme zurückbringen können. من البيوع المحرمة أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه. أشرح لك. يعني الآن أنا اشتريت من الأخ جوال آيفون بلس 6 بكم؟ بكم؟ 900 أورو. اشتريت جوال بلس 6 آيفون بكم؟ 900 أورو. نعم. Der Schellspieler ist ein Beispiel, was auch sehr, was verboten ist, dass man nach der Kaufabwicklung nochmal versucht, man nochmal von diesem Kaufabwicklung noch andere Kaufabwicklung zu machen. Beispiel: Der Schellspieler darf ein iPhone oder ein Handy kaufen für 800 Euro. فأخذ هو الجوال، أخذت أنا الجوال وأخذ هو المال. جاء الأخ محمد إلي. نعم. وقال كيف تشتري ب 900 أورو؟ أنا أعطيك جوال مثل هذا ب 850. هذا البيع على بيع أخي. محرم. لأن هذا يوجب ماذا؟ الشحناء البغضاء. هذا يعادي هذا. أو عكس هذه المسألة. هو هذا محمد يأتي إلى هذا البائع ويقول تبيع هذا ب 900، أنا أشتري منك ب 1000. رد البيع وانا اشتري منك ب 1000. هذا الشراء على شراء اخي. نعم. نعم. كذلك بيع النجش ان يزيد في السلعه لمن لا يريد الشراء، اما ان يريد الاضرار بالبائع أو بالمشتري أو بهما جميعا. لدي سيارة بورش 2013 ونحن الآن 2015، فهذه السيارة تباع بالمزاد. فجاء هذا لا يريد الشراء السيارة. نعم. فدفع في السيارة، هي السيارة في الحقيقة تساوي 100,000 أورو. لكن هذا قال أنا أدفع فيها 120. توقف المزاد على أن هذا هو المشتري. وبعد أن ذهب الناس قال أنا ما أريد أشتري. يضر بمن هذا؟ إما أن يريد الإضرار بالبائع أو هناك مشتري أراد أن يشتري فرفع عليه السعر حتى لا يشتري. أو أراد الإضرار بهما جميعا. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.